بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الأمين محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والديمان وندمهتوتشي أباتناتوتشي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته إنه بلفوا تمرتاتش اللي بتلي سلا يوم القيامة كستاتوتش يورا النبر ሐቂቃ ያሉት ማስረጃዎች ብዙ ናቸው በእያንዳንዱ ጉዳይ ላይ ነገር ግን ሁሉንም ማዳረስ የማይቻል በመሆኑ የተወሰኑትን ወሳኝ ነጥቦች ጭምቅ ሐሳብን ያስቀምጠን እናልፋለን ኢንሻአላህ የውመል ቂያማ ከሚከሰቱ ክስተቶች መካከል ሚዛን ነው ያለፈው ጀዛ ሐውድ እና የመሳሰሉት እንዳለ አይተናል አሁን ደግሞ ሚዛን ነው ሚዛን ምንድነው ሚዛን የሚባለው የታወቀ ነው ሚዛን ነው ሁለት ክንፎች ወይም በሁለት በኩል ነው ያለው መልካም ስራና ሸር መጥፎ ስራችን የሚመዘንበት ነው አልሚዛን هو الذي توزن به اعمال العباد خيرها وشرها ሚዛን የሚባለው የሰው ልጆች ተግባራት በጥቅሉ መጥፎም ይሁን ጥሩም የሚመዘንበት ነው ሚዛን የሚባለው فيثقل ميزان المؤمن فيدخل الجنه المؤمن ميزان ይከብድና ሚዛኑ ይደፋና እንደሚባለው የመልካም ሚዛኑ ጀነት የሚገባ ሲሆን ويخف ميزان الكافر فيدخل النار يا كافر دم ميزانو يقلل يا خير سرا ميزانو يبرل ينسال تنش سلام يهون من هنال مجرشاو اسات نو يميغباو الله سبحانه وتعالى يهن تجباجنا ونتا بقران الله اندي بلو يغلصال فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشه راضيه واما من خفت موازينه فامه هاويه وما ادراك ما هي نار حاميه نعوذ بالله من النار من النار ومن غضب الجبار الله عز وجل عنده هلال فاما من ثقلت موازينه يا ما ميزانه ملكم بمسرات يمزنلت سهو فهو في عيشه راضيه بتام يتوددنا مرت هنا هيوت وسط ياسلفال طبعا ميزانه دفا ميبالو وي ميزانه يكبرلت ملكم سرا يمزنال سوت ثلاث نغروتشاتن يمزنوا سراتن يمزنال መዝገባችን ይመዘናል እንደዚሁም ደግሞ አካላችን ይመዘናል ሶስቱም ሚዛን ውስጥ ይገባል መልካም ስራ ያለ በመልካም ስራ ሚዛኑን ያደለበ በርግጥም የጀነት ይሆናል ወጤቱ ይሄንም ይሆነው ሚዛኑ ግን የወደቀበት የኸይር ሚዛኑ ውድቅ የሆነበት ሰው ስራውም መዝገቡም ራሱም ምን ይሆናል ወአማ ማን خفت موازينه ሚዛኑ የቀለለበት የበረረበት ሰው فأمه هاوية منوري عنا تغرو هاويانا غير الله هاوية مبالو وده تاتش أمي ورور أزئكتي هنا جهنمنا الله من إلال وما أدراك ما هي هاوية من دهنج من أساوك وما أدراك قال الله عز وجل من إلال أهل العلم فسروج وما أدراك قال لنقرنا لنقراتش سفلك وما يدريك قال غيبنا ينقراتشهم أتاكمنا وما أدراك ما هي يعني هاويا يتبالو قطعت من اندهنا من اسوق اهلاتنا الله ينغراتوا النار حاميه اجج يغامه اجج يغاله اسات نو الى الناس الله السلامه والنجاه اذا ملك ميزانو يمزنلت سو يجنت سيهون ميزانو يودقبت سو يجحنم من يهونو نسال الله السلامه والنجاه سلازي سيوم القيامه سنامن يهن نغر يهن تچباچ مامن يجد يلبنال معناتنا الله عز وجل من ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا يفته ميزانا يوم القيامه الناس كمطالن الى الله عز وجل نغروچ كله قدام يالناچو ثلاثه ميمزنوبت معنات كذا ما ننم ما نبدل مينا ማንኛውም ነፍስ በምንም አትበደልም وان كان مثقال حبه اتينا من خردل اتينا بها يقومን ዘርፍሬ የሚያክል አንድ ሚከብድ ሚመዘን ነገር ካለ እናመጣዋለን ثم قال الله وكفى بنا حاسبين لمرمارينت እኛ በቃን الى الله عز وجل تملكته جل في علا اذا لزالت منا زجاجون በእለቱና ምን አለ ሚዛን አለ ብለን ሚዛናችን ሚከብድበትን መልካም ስራ ካሁኑ ማዘጋጀት አለብን ጊዜው መጥቶ ወደ አኺራ ከመሄዳችን በፊት ሌላው አኺራ ውስጥ የሚከሰተው ሌላው ነገር ምንድነው صراط ነው አለ ብሎ ማመን የሚጠበቅብን الصراط جسر ممدود على متن جهنم بجهنم جربالاي يتزرقا دليه ነው احد من السيف وادق من الشعر ك
ከሰይፍ የሰላ ስለቱ በጣም ከሰይፍ የሰላ ቅጥነቱ ደግሞ ከጸጉር የቀጠነ ነው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መድሐዘቱን መዘላህ ብለዋል። መንሸራተቻና መውደቂያ በጣም አሳቻ ቦታ ነው። በጣም አደገኛ ነገር ነው። ልብ በሉ፣ በጀሀነም ጀርባ ላይ የተዘረጋ ነው። ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተወነጃት وقد قال الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيها الصحابة من إلى اللو إن أنت مقباتات شوائي كرم مالت جهنم تشاقر على اللاتو هلهم نكأرسو يلم هلهم يقبلنا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا الله أني مفرتن الناوت عنها كذابوا على بدل نيوتشن الزايتا بركككو هنو جهنم انتوات شوالن إلى الله عز وجل ግሪህ አንዱ ከተሰጠው ተፍሲር አንዱ ምንድነው በሲራት ላይ ማለፍ ነው ብለዋል። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቡኻሪና ሙስሊም በዘገቡት ሐዲስ ላይ ስለ የውም አልቂያማ ተጨባጭ ክስተት እየተናገሩ ይያለ ምን ይላሉ ويضرب الصراط بين ظهري جهنم ከዛ በኋላ صراط بجحنم ጀርባ ላይ ይዘረጋል አሉ። فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها إننا أمتوك هزبوكي يمجمرا تشاقاريوكي هنا اللعل ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل بزا ساعت ما نما ينقر ملك تنيوك بيتشاسي كارو ودعو الرسل يومئذ ودعو الرسل يومئذ بزا كأني ملك تنيوك تري من دنو اللهم سلم سلم الله نجاوتا سلامامتا እባክህ ነጃ አውጣ የሚል ዱዓ ብቻ ነው ዱዓቻሉ አልሙስጠፋ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። وفي روايه فليلا زغب علي አሁንም የጀሀነም ሲራት ተዘርግቶ የሚከሰተው ነገር ሲነግሩ ከዛ በኋላ የተቆላለፈ የተጠላለፈ ነገር እንዳለ ከስር የተንጠለጠለ ማያጃ እንዳለ ከተናገሩ በኋላ ምን አሉ አልሙእሚኑ عليها يمر المؤمن عليها كالطرف او كالطرف مؤمنو بقصبت يالفالالو الطرف الطرف سنل يعني بعين بالاشتاء ياكل فتنة يالفال ويمك الطرف لك اندى فرس قمل هنو ويم اندى رعت فرس هنو يقسق سالالو كالطرف يميلون ويلالو بلا جمال كالطرف لك اندى عين بالاشتاء بعين بالاشتاء فتنة يالفالالو ونا يعني وكالبرق عند مبرق بالروم يالفلالو وكالريح عند نفاس بنفاس فتنه يميهلالالو وكاجاويد الخيل والركاب عند مرط فرسنيوچنا عند مرط جملوچم يروط يميهلالالو رواج فرسنيوچنا بفتنه ميهلو جملوچ قالولل لك عند النزا ترامدو يالفلالو فناج مسلم عندندو بسلام ترفو نجا ميوتا اللالو وناد مخدوش عندن دودكمو أي مخموش ممزوق وهو ممزق وهو تمزيق الوجه بالأظافر عندن دودمو فيتو تبواجرو تبواجكو تبوتشكو يمي الفال لالو بوتشك يدرقنا فيتو يالفال النزي كسر يالو كلالي بوتش اللو اندبين تونا قرمتو توروورو سوي يون ممنتشكوت اندسرا وعينت مالتنا ومكدوس في وناج مخدوش ومكدوس عندن دمو ازاو ميورور علالو ازاو ميورك عند تركم هنا ازاو يتتراكم ميورور مالالو في نار جهنم جهنم وسط يميورور عل حتى يمر اخرهم يسحب سحبا نالو كما ترشاتو اي تنفقك اي تنغاتت يمت عنا يالفا لألو نبي عليه الصلاة والسلام اندي هي يالو سغوش صراط يالفا لألو ودو اندم مهتو تشي انات اباتو تشي لزاك ان من دنيا الزقات جنو صراط سو بسراو تراتنو ليالف يمي تشلو لزاك ان يالزقات جنو نقر من دنو يصراط استلالفات جنس اندي تيهون يهنك ام بلن ماسب ما تقين ان نامك جنزب ياسفل لغنال كذابو هالا ايها الاخوة الاخوات መጨረሻው የሁሉ ነገር ካለፈ በኋላ ሌሎችም አሉ። እነዛ ነገሮች ካለፉ በኋላ ጀነትና እሳት ነው የሚጠብቀው። አልጀነቱ ወናሩ حق لا ريب فيهما እሳትና ጀነት መኖራቸው ምንም ጥርጣሬ የሌለው እውነተኛ ነገር ነው። وهما المآل الأبدي للخلق እነዚህ ሁለቱ ነገሮች ደግሞ የሰው ልጅ የመጨረሻ እጣ ፈንታ ነው የሚሆነው። ጀነትን ካየን
አላህ ከነሱ ያደርገንና ዳሩ النعيم التي أعدها الله للمؤمنين الله لأمانيوك يزقاجو يزقا يمتشوت يدلوت زلالة ما يقرنو والنار دار العذاب التي أعدها الله للكافرين إسات رقمو الله لكهاريان يزقاجو يسات مكتعة أقرنو كتعة سكاي مكرا لزلالة ما يبيك أم صبت محلا يالو مسلم ونجلنيوك مكتعة كتوسن باتشو يتوسن عمتات ويمجزيات عند ونجلاتشو نيتكتونا تملسوا جناتي ملسالو قال تعالى في حق المؤمنين الله سلام مؤمنو تشون دي هلال وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار أن الزيان منو تنام الكام يسروا تن أبسرات شو كسروا تشوا ونزو تشمي فسوي هنا جنت جنتو اندالت شو أبسرات شو إلى الله كافروا تشمي تملكة اسم الهلال واتقوا النار التي أعدت للكافرين لكهاديان يتزقاجتشون ساعت تتنككوا إلى الله سبحانه وتعالى وهما موجودتان الآن ولا تفنى يعني أبدا ده أهل السنة والجماعة قام أهن ساعتنا جهنم ألا أهن بكناتهم نبيات صلى الله عليه وسلم فتحت أبواب النار وغلقت أبواب فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران إلى اللنا نبي عليه الصلاة والسلام إن زين مسل معصر الجوج جنة منور يعملك تالو لزل على مما يتفهم وفي الجنة من النعيم ما لا عين رأت جنة استي اللون سقابة ملكته يا الله ملكتني عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي الناس تلالفت الله من بلال أعددت لعبادي الصالحين ملكام لهون باري وتي الزقاج تشلو على الله ما لا عين رأت عين يتوت يماك أو نسقا ولا أذن سمعت جورو سمتوت ماك أو ولا خطر على قلب بشر بسول جوت لب لاي واللب له تعصبه ما يتاوق ليوز أقاوتش النا تأمروتش له الله كان نزي يادرقن نزي يهن جنة توفقون يهن سأقاك منك وعدس الله يادرقن وفي النار ساتوست يالو بانس أرودك ما الله يتأبك أننا من العذاب والنكال ما لا يعلم حقيقته إلا الله تعالى جهنم است يالو النمو يالو انكتعات سكأي مكرا الله إلا الله كالله بستكر ما نم يمياك إلا سبحان الله أسأل الله ينجينا منها جهنم بتعام كفونه بتعام دقنيانه إرس برسات شون كواني يبلال لنا كيتات شن هوي تبلال تانا لإرس برسات شننا إرفت ستن إن تنفس يلال له بأمت ولد كزين اللي تنفس يدرق قال له الرسول صلى الله عليه وسلم بقانا كثرة من تلايون كفتن يا مكأتنا كفتن يا كزك أزي همي متعو يزا يا جهنم ولا فنه ولا له يا الله ملكتن يا صلى الله عليه وسلم الله يطبقا يهن من قليه قيامة وست كمي كستونا لنا من كمي كباونا قر مكاكل يهي كنيال الله سبحانه وتعالى بسمانه وتتقامي كادرقن يا يان الحق من نكتل باطلا أي تنيا من ركنا لجنة يمن التعدل كجهنم يمن التبك الله يدرقن هذا والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.